The preferred numbers concept مهم جدا موجود بالهندسة وبالصناعة بشكل عام. لما نيجي منصنع بنحاول دائما ناخذ standard numbers وstandard numbers بنحاول نبني عليها أو نصنع عليها حتى يكون في عندي range. فأنا ما معقول أصمم لكل شخص أصمم له الجهاز الخاص فيه، بصمم مجموعة أجهزة، بس الرينجز أو الأرقام اللي بختارها بدها تحاول تغطي منطقة مناسبة. يعني مثلا لو أنا عندي فرضا بدي أصمم مثلا محركات، فممكن أجي أقول مثلا power of مثلا induction motors، squirrel cage induction motors. ممكن أجي أقول مثلا 1 كيلو وات فرضا 2.2 كيلو وات مثلا. ممكن يكون عندي مثلا 5 كيلو وات. السؤال اللي بسأل ايش لازم تكون هاي السيريز اول شيء؟ واضحين؟ الكل فاهم شو السؤال؟ انا لازم اجي اصمم اقرر بدي اصنع، جيت اصنع محركات، احجام محركات. اول سؤال بنسأله اريثمتيك ولا جيومتريك سيريز؟ ايش بعمل بالاريثمتيك سيريز؟ بجمع قيمه ثابته، مش هيك؟ مش اخذتوا المتواليه الحسابيه؟ ايش المتواليه الحسابيه؟ يعني لو بدي اجي اصنع بدي اجي اقول بدي اعمل 1 كيلو وات و2 كيلو وات و3 كيلو وات و4 كيلو وات، ولما بوصل 100 كيلو وات ايش بدي اعمل؟ 101 كيلو وات. هل من المنطق انه يكون السيريز اعملها متواليه حسابيه؟ It doesn't make sense. المنطق اكثر اني ايش اعمل؟ اني اضرب في رقم معين. فما اجي اقول مثلا خليني افترض اني بضرب بخمسه، فبكون عندي 1 كيلو وات مثلا، بضرب بخمسه بصير عندي 5 كيلو وات، بضرب بخمسه بكون عندي 25 كيلو وات مثلا، في خمسه مثلا 125 كيلو وات الى اخره. ممكن اعمل هيك. ممكن تحس انه هذا الرينج ايش؟ هل هذا الرينج مناسب؟ يمكن يكون خمسه كبير، مزبوط؟ ليش؟ لو انا بدي محرك 80 كيلو وات ايش بدي اضطر اخذ؟ بدي اضطر اخذ ال 125، مزبوط؟ فشو ممكن نعمل؟ ممكن نصغر الريشو هاي اللي بنضرب فيها، مش احنا بالجيومتريك سيريز عم نضرب بنفس الرقم، فممكن اضرب باثنين، فاقول 1 كيلو وات مثلا، 2 كيلو وات، 4 كيلو وات مثلا، 8 كيلو وات، ممكن اعمل هيك؟ ممكن. فإذا صغرت الرقم اللي عم بضرب فيه، صار عندي نفس المشكلة، يعني لسه في مشكلة بس مثلا لو بدي 7 كيلو وات ايش بدي اضطر اروح؟ بروح على 8 كيلو وات بدي، فالكوست رغم اني انا عم بدفع كوست اضافي ارخص بكثير للمصنع انه يصمم احجام ستاندرد. اوكي ماشي واضح؟ اذا اول ارجيومنت عم نحكيها انه الاصح اني اعملها تكون جيومتريك سيريز متواليه هندسيه، مش متواليه حسابيه رح يصير عندي عدد كبير جدا. المنطق بيقول لما اطلع انا بروح على ال 100 كيلو وات رينج ما بصير يفرق معي 1 كيلو وات، مزبوط؟ بصير لما بصير بال 100 كيلو وات رينج بحكي يا 100 120 مثلا، وانا اذا بدي 110 بروح على 120، ما في مشكله. فالمتواليه الهندسيه ميكس ماتش مور سنس من المتواليه الحسابيه. المشكله عندي الرقم اللي بضرب فيه هون بايش كنت اضرب؟ هون كنا نضرب بخمسه الريشيو اللي نضرب فيها، هون الريشيو اللي نضرب فيها 2، يمكن تكون 5 ريشو كبيرة، مزبوط؟ مش مناسبة. هل 2 مناسبة؟ مش معروف، يمكن تكون كبيرة شوي 2، يمكن بدي آخذ إشي أصغر شوي. خلينا نحاول نطلع قاعدة عامة. إيش القاعدة العامة بتقول؟ في عندي رقم معين بدي كل ديكيد، إذا بدي نمبر أوف سايزز بير ديكيد. إيش يعني الديكيد؟ ضرب في 10، ضرب في 10، فديكيد. فانا بطلع ديكيد لما بروح من 1 ل 10 ايف موفد اب 1 ديكيد، لما بطلع من 10 ل 100 ايف موفد اب انذر ديكيد، كانه الرينج سكيل لوغاريتميك من هون. شوف تتوقعوا عدد السايزز بير ديكيد مقبول يكون؟ 3 مثلا، ايش كمان ممكن؟ طيب لو انا بدي 5 سايزز بير ديكيد، يعني كاني بدي اضرب باكس، خليني افترض اني بديت انا بواحد من هون، راح اضرب واحد في اكس، بعدين راح اضرب واحد في اكس سكوير، بعدين راح اضرب واحد في اكس كيوب، بعدين واحد في اكس تو ذا 4،
شو صار عندي هلا؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، وبعدين راح أضرب في x للقوة خمسة، صار عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. وشو بدها تكون هاي؟ إيش هاي لازم تكون إذا بدي أمشي من واحد لعشرة؟ هاي بدها تكون عشرة. هاي هي العشرة. فصار عندي واحد في x للقوة خمسة يساوي عشرة. إذا ضبط هيك، لأني بعدين شو راح أعمل؟ راح أخذ عشرة، عشرة في x، عشرة في x سكوير، عشرة في x كيوب، عشرة في x to the 4. ولما بوصل عشرة في x للقوة خمسة شو بدها تساوي؟ هيك راح يطلع عندي كم per decade هون؟ خمسة per decade، مظبوط؟ الخامسة مش محسوبة لأن الخامسة هي العشرة. شو هم الخمسة اللي عندي per decade؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. بعدين ببدأ نفس الإشي، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. فكل decade عم بصير عندي عشرة. كيف بدي أحل هاي الآن؟ شو بقدر أعمل هون؟ خلص هلا هاي الواحد بتروح، صارت عشرة بتساوي x للقوة خمسة، مش هيك؟ إذا x شو بتساوي؟ ناخذ لوج x قوة خمسة بتساوي عشرة، x بتساوي عفوا لوج x، مزبوط هيك؟ أنا اللي أخذته لوج عشرة اللي هي واحد، مش هيك؟ فبتصير لوج x بتساوي واحد على خمسة، إذا x اللي هي الجذر الخامس لعشرة، مش هيك؟ قديش بيطلع؟ لا، الجذر الخامس لعشرة بيطلع تقريبا 1.58، مش هيك؟ تقريبا احنا بنقربها ل 1.6. خلينا نطلع نشوف الان الرينج اللي بصير عندي شو هو. الرينج اللي بصير عندنا إذا صار عندي واحد 1.58، اضربي لي 1.58 في 1.58. 2.51 اضربيها في 1.58. 3.97. 3.97. في 1.58. 6.27. 6.27. في 1.58. 9.91. 9.91. إذا هاي بقدر أقربها لواحد، هاي بقدر أقربها ل 1.6، هاي بقدر أقربها ل 2.5، هاي بقدر أقربها ل 4، هاي بقربها ل 6.3، وهاي بقربها ل 10. هل في سربرايز إنه هاي طلعت 10؟ لا. هلا لو بدي أبدأ الرينج اللي بعده شو بنزل؟ بنزل ال 10 هون، شو بصير عندي؟ نزل المية لهون شو بصير عندي؟ اوكي، اذا كل ديكيد كم حجم عندي؟ خمسة. هلا بتلاحظوا هون لما طلعنا صار عندي الفرق كبير بينهم، بس الفرق الكبير بالنسبة لهم هو نفس الريشو. انا عم بقول في 60%، عم بزيد 60% عن القيمة، هذا مبدأ اساسي. شو بنسمي هاي السيريز؟ R5 سيريز، رينارد سيريز. الشخص او العالم اللي طلع بالفكره هاي ار 5 اسمه او اسم عيلته رينارد. فالار 5، فالار 5 فيها 5 سايزز بير ديكيد. هلا اذا انا حسيت انه 5 سايزز ما بكفيني وانه الاقتصاديات الشراء والبيع عم تعطيني شيء كبير، عم بضطر انا اكبر لهذا اكثر من الحاجه، ايش بلجا؟ لار 10 او ار 20 او ار 40. فبيجي المصنع بقول احنا هذول بنصنعهم برينج الار 5 او بنصنعهم برينج الار 10، وجدنا من خبرتنا مثلا انه رينج الار 10 هو من انسب الرينجز المستعمله لها. فكيف بنطلع الار 10 الريشيو تبعته؟ بدها تصير اكس بتساوي الجذر العاشر ل 10، اكس بتساوي الجذر ال 20 ل 10، واكس بتساوي الجذر ال 40 10. هلا في شيء مهم راح نلاحظه كمان، كل الايتمز اللي موجوده في الار 5 كمان موجوده في الار 10، وكل الايتمز اللي موجوده في الار 10 موجوده في الار 20 وكل الايتمز. فهذا طبعا ميزه بالصناعه. ليش؟ افرض انا قررت يوم اغير
ووسع الرينج تبعي، بدل ما اشتغل ار 5 اصير اشتغل ار 10، هل بدي ارجع الغي كل التصنيع اللي كان بضل موجود بس بضيف عليه رينجز ان بتوين؟ هلا بنحلها وبنشوف الارقام هذول نثبت انه فعلا بيقعوا في داخلهم.